بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل. بس حابا أنا أبلغكم أن كثير من مباني قطر وعمارات قطر تحولت إلى اللون الأحمر. شوفوا معي هذا علم المغرب إخواني الكرام. أهلنا في المغرب بسبب حبنا لكم. كثير من مباني قطر وضعت الآن الأعلام المغربية تحولت إلى اللون الأحمر تضامنا ومباركة لكم أهلنا في المغرب، عشان تعرفون أنكم شعب حبيب حبيب وعزيز. وطبعا كلكم شفتوا حتى سمو أمير قطر وأسرته الكريمة كانت من المشجعين، كانوا يشجعون المنتخب المغربي. وأبلغكم أن كل أهل قطر الحمد لله رب العالمين فرحانين بتأهل المنتخب المغربي إلى الأمام. دائما أهلنا في المغرب والله إن احنا نحبكم كثير، وبإذن الله بإذن الله مثل ما قلت لكم في الحلقة السابقة مثل الصاروخ بإذن الله إلى نهائي كأس العالم. الله يوفقكم وأنا أحبكم وإلى الأمام دائما.